تم باش دي محاضرة خويا قبلي تمام كاين يا عندك مصطلحات تدفت ونفر توك بتروليوم جيولوجيست بزونيكو معنو فون مصطلحات وشي يوش من فيا قبلي مثلا واو مصطلحات تورجرتين بس دركات دفت ازبها دوباره بكمافه وك هين زونن هر محاضرة مايا طبع بتروليوم جيولوجي دو محاضرة يا اون هما اف بشا تيمز ويتش يوزد ان ذا ساينس اوف بتروليوم جيولوجي عندك مصطلحات مهم ودفيت مصطلحات علمي طبعا دفيت بزوني برومبر علمي بتروليوم جيولوجي برومبر اختصاصي تايا مصطلحه أولي ومهم قالك سب سيرفس بنسبة أمكو دي شوليما نفط تجاري بيت أو نفط دركة السرعة دي أون يوت نوف برودا أون وكي قير يي سركتي نوف كنت طبقة دوت هيتا در أو بمن ناي مهمة بس جهش خرو مهمتر مصطلحي سب سيرفس بن عردي أندر ذا جراوند بن عردي it is the place where the commercial petroleum occurs او جهكو او نفط تجاري الويري هيا reservoir اكيد هين زونن the bed or beds of rocks having properties porous and permeable containing oil and natural gas او طبقة اون همو قالك طبقة topic هيد formation طبعا دو مواصفات تقلك مهمة دفت تنوف ريزرفوري دو بيت بورس فراغات و فجوات تنوف دو هاي و بيرمبل او فراغات بيك فايد جري دو انجل ايكو دو دو بومن نفط و غاز الويري كومبن تراب مصيادة اون او جهيكو شكلك a feature that restrains seas petroleum from moving out from the reservoir شكلك هندسي هم بمشد بت on structural trap on stratigraphic trap on combined on breako sol dome چبت بس المهم دوري تراب الفيري تشي دوري اف شكلها الفيري تشي restrains the منع كات seize the roasting petroleum كو ش reservoir بدر كافيت بوشي چونكو دفت نفط on petroleum بشكل عام مينتت subsurface دو اتنوف reservoir دو بينت commercial petroleum نفط تجاري pool a single accumulation of oil or gas in a single reservoir with a single trap يعني single 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 ايك 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 كومك كوبتني هيدروكربون غاز بيت او نفط بيت البن عردي اتنوف ايك reservoir دا اتنوف ايك تراب دا field حقلة area comprises of several poles pole جهة كبتنه reservoir كبتنه تروب كبتنه هكر دو سي تروب تهين دو سي reservoir تهين تأك منطقة دو دو سي جهة تهين كو أم توقعت كي نفط دلويري هبت بشتي أم بيروب كولن بومن oil من دو تدو در كفيت أو دبتا چه دبتا field area comprises of several poles اشغالك poles بيكت هيد pole may occur together either horizontally or vertically forming the oil field او بولا اون او جهتكو مثلا نفط لكم بيت اكس ريزرفوري دا و اك ترابي دا تشيد بيت ده هنا ترتيب كرن بن عردي دا السب سيرفس يون vertically اكل سري دي دا اون horizontally بولا كي برخ يو دي دا بيزن A three-dimensional geological region area containing petroleum fields which having some common geological characteristic. Pool يوش خراب تشيكتر. إش إيك reservoir وش إيك تراب وش إيك accumulation packet هيد. جالك بولا دبنا field. جالك field دو دبنا basin. Basin مواصفات مشتركة نوفون field دو. نكا مثلا هاي كلام بهن بحث طوكي oil field وتجال شيخون oil field. هر دوت مشتركة هر دو having some common geological characteristics. أو جيكو reservoir توان mainly the Cretaceous. أفاد بتا basin. حوضة. Province, a wide geographic region containing petroleum fields which have in common geological characteristics. الفيري اش نوحيو جيولوجي بتنينا مويا
بس جيوغرافيك جي يو داخل بو، يعني وقت از بجم جيوغرافيا تعاملي لقال مساحة تتكب مساحة كوموزن مثلا دش حدود دهوك وزوخو دركب ده مثلا جامع حدود اربيلة وايد جيوغرافيك ايريا مساحتك جيوغرافي يو 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 موزنة كنتينينج بتروليوم فيلد كوشاند بتروليوم فيلد الويري هنا وتنوف هر فيلد ديكي من شاند بوليت هين تنوف هر بولا كيك وان اوان بولا يتشو ترتيب بند بن عردي دا هوريزونتال يون فيرتيكال ديستريكت a geographic concentration of oil fields within a basin or province. District اتنوف في بروفنس دو اتنوف او مساحة جغرافية او موزن عندك جهة هين الويري فيلد مكثفة عن الويري فيلد يو مركزة نفط الويري بتري هاي او بجني ديستريكت بروسبكت مختبرات شوي a small area within a basin جهة كي بيشيك تنوف حوزة دو اون تنوف بروفنس دو اون تنوف ديستريكت which may contain oil تدو توقعي كي تشيد بيت نفط الويري هاي but not has been proven to do so بس حتى انو كي تشي اثبوت نيناكو نفط الويري هاي ادفيت اس تشيب كم واكي من قوتا هوا جيوفيزيا تشيد بيت دراسة ابو من بكات ابو من توضيح كات او جي بروسبكتنج بكات ادفيت دو از بروف كم اثبوت كم نفط الويري هاي drilling a well كيش نوعي well exploratory well a play a large area a play very مسرحة نا play وك مثلا بكينا عربي يلعب on يوري بكت نا play very مصطلحة يعلمي a large area مساحتك وموزن within an oil well within it an oil well had been drilled, established success and pointed the way for further drilling. يعني اتنوف بلاي دو اول جوري بيري نفطي ده هتا كولون exploratory well. او بيري ده established success بيت يعني ده بيرا كي ناجح بيت بشتي هينجي ده امالي داتا من point the way for further drilling دو از بتر بكولوم و بتر نفطي بين مدر. Well, بينوسا well, بير a hole which yields any fluids كناكت عردي دو و بمن fluid تشتي شلت انت دار of bit غاز bit غاز سروشتي bit نفط bit بجمي well هكر بيري نفط bit دفت از مصطلح oil جيد قل دوب دونم بتا oil well هكر غاز بتني انتاج كات بتا غاز ويل هيكر اوف بتني انتاج كات بتا ووتر ويل شو لي من يو نفطي بمن غاز و اوف در كات لت مصطلحات بتروليوم جيولوجي دي بتا دراي هول هيكر تشتكي تنوفوي بيري دو در كات تشتكي تنوفوي بيري دو در كات نا شو لي منا شني مصطلح ويل نو مينت دي بتا دراي هول conventional oil او مو نفط يشخر نوع مهم اتنوف سب سيرفيس از بين مادر conventional oil and gas نفط وغاز سروشتي تقليدي discovered and exploited by drilling boreholes well into the ground earth crust او نفط او غاز سروشتي او از كشف كاموت ان مادر بريكو كولونا بيرو وش بن عرديش سب سيرفيس بين مادر او دبتا conventional oil unconventional oil او نفط غير تقليدية ني تقليدية كو مثلا ازبيرا كيف كولو منفط خوبين مدر is that oil extracted by non-traditional بطريقتنا تقليدي بطريقتنا كلاسيكي كو ازبيرا كيف كولو منفط بين مدر as drilling wells وك نمونا بو unconventional oil او نفط ني تقليدي oil shell shell هين زونن شيا جورا كش sedimentary rocks دو هكر مدو organic جلكت نوف دو يهي ويدر كتل سرع عردي شن يعني افادو بتا unconventional oil or tar sand هندك جورا خيزي هاي وكي او خيزي مثلا همو القند الطوكي هم چوينو ماديد تنوف خيزي دو تنوف ساندستوني دو قيري سركتي السر عردي و يو چوية تنوف دو بجا هندك معملت بيترو كيميو ويوتت هين او شين بشفرو في او خيب كان تنوف فرني دو و قرم كان و نفطاخو جبين نادر و خيزي بو فيجن او هردو بتا unconventional oil hydrocarbon seepage
is a natural spring run out of gases or liquid hydrocarbon into Earth's surface. See page نضوحك ومثلا طروتيا يو نفطي السرعر دي. Natural spring دفيت يو طبيعي بيت انسان تدخلي بينو كات نوشي بتازب چما جهك مثلا الطوكي بخو بيرك يون حوتكي همو الويري بكولم وكيركم وبيجم هي اذهمو او بخوي دركتينا اذهمو منهو ريكركو نفط الويري يكون بيت او نو بتا سي بيج او دبتا artificial سي بيج من بدا سي تشيكري consider as tertiary or third migration ودهيتا اعتبار كرين ودهيتا مثلا نيوز كرين كو أفا تيرشري تيرشري يعني يو سيه ميجريشن حركة سيه حركة أولي وقت هما مادة أورجانيك أو نفط سورس روك بجتة نوف ريزرفواري دا هيكر ش ريزرفواري دا دركات دبتا سكندري ميجريشن هيكر نبز دركات يون يو هات يا سرعة دي وبويا سي بيج أو دبتا تيرشري ميجريشن and happen due to over pressure بوشي اف سي بيج اتشيت بيت بوشي او نفط بومن الدركة في تلسر عاردي چونكو ضغط قلك النوف ريزرفوري دو و هبونا هندك فراكتر هبونا هندك شكستن on permeable beds يون هندك طبقات بيرمبل كو فراغات بيك فيد جريدوين السر كوبروكسي دو وليت كاتكو نفط دركة في اش ريزرفور وحتى بجهتا سر عاردي Exploration عمليو استكشافي طبعا It is the search for new sources of petroleum and natural gas كو ازل هندك جهي دي ليب جرم كميات غاز سروشتي ونفط الويري هاي which meaning to find a new area ليب جرم كو الكيري مثلا اشبلي طوكي اشبلي شيخون اشبلي تحق لي دي من اتهين المنطقة كردستاني توقعي كم بروسبكتنج كم الويري جيد نفط دار كافيت و چونكو او نفط يزت اين ما دارت وان حقوله او يتنفط لي كاشف وان خلاص قابا من اينو دار او برميلة تعويز نو بيت همو دي تشيت اندفيت ازل هندك جهت نيب جرم دو نفط الويري هابيت نو في بروسيس اكسبلوريشن development تطوير The process of recovering petroleum and natural gas from the source by drilling wells within the fields and operating them successfully. بشتي نفط الدف من المنطقة كي كشف بويا من اينو دار دفيت اسجب كم از دس بي كم development منطقة خو تطوير كم كودري خو تطوير كم بيريد خو تطوير كم نوعي حفرة تطوير كم اقريتش بسبب بوشي از فيت شتيت كم دو بردو ميشو لي خو دو بردو ميشو لي من هبيت تنو فيلد دو نجاحة تجي اينم Independent company شركات مستقل independent شركونا مستقلا او بخو مثلا privately owned companies small شركات خاص نيت حكومي engaged in particular aspects of oil industry شو لك بتني خاص يو صناعة نفط تكت وكي production on this انتاج يون اكسبلوريشن عندك شركات تهين وكي ويذرفورد مو شو ليون بس اكسبلوريشن ده هيد جهاز جيو فيزيكس وجهاز حفريت جالون او بس دبوت نفط كشف كات ودي تشيت علاقة بينون دنا دارو نفط تصفية وريفاينري وفروت نون نفط نينا شو ليون بس اكسبلوريتري ميجر كومباني شركات دي ميجر رئيسي جاينت برايفتلي اويند هر شركات خاص بس شركات موازنية عملاق involved in all aspects of petroleum geology الشد شولي صناعة نفط خريت كات production, exploration, production, marketing, فروتين, refinery, تصفية همي شولي شركات نفط الشد اك شركة بكات بجني major companies national companies وطني يت نتاوي يت ويوالاتي بخو government controlled يو طبيعي حكمته ويوالاتي doing all the petroleum industry وكي major بس major اهلية national دبتا حكومي operators اشخاصا individuals or organization يو منظمنا يو شريكنا seeking or producing oil or gas او اشخاص اون او هندك شخصا شركه كو بتشيك بخو تشيت كان
وبمصالح الشخصية مثلا ليت قارن الكيري نفطي هاي يونجي الشن انتوج كان نفطي انتوج كان بيرك دو بيريت هاي نزيدات اتبجنوان اوبريترز كونسلتنت مستشارا اون مستشارة سياسي عفوا مستشارة علمي يوم مستشارة ايكونوميك individuals اشخاصا provide services عندك خدمات تقديم كان بو شركات نفطي ويكي اون خدمات علمي دهن بسيار اشتاكن تتوقع كي نفط دفي منطقة دودت كيش طبقي دوبيت تكيش عمري دوبيت استشارة تلفيري دبتا consultant يونجي financial اكي هاي شيونة جهاز حفرية هاي بس محتاجي پاره آن دارده که ایجار کرد یا دارده که کرد لوره بیره که بکولید تو دو بوی عرده کری تو دو بوی عرده ایجار کرد لوره تو دو بیا مستشار مالی و او دو شوله خو کرد هر از دو بوی دوباره کم زحمت نبید don't forget to study the geological time scale أبا محاضرة أولي بهردو باش تخو مصطلحاته وكي من قوت هواتي فيو أبا مصطلحاته تيور قرتي باري هنجيش بار هندي من شرحنا كريون وقت هبو أم فون مصطلحاته شرح كان تروجا كي وقتي هستي مازوخو وإن شاء الله محاولة بكين شرح كينفا سباس